شاء المرة الثانية ما تعترض انك تسجل لعبة ساعتين وتمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مجددا في زنقة النسخة الخاصة الحلقة السابعة. واليوم بنبدأ باختبار عدة العاب كالعادة، بنعمل ماراثون من جديد ونحاول نسجل ثلاثة اربع فيديوهات ونشوف وين نوصل، لان عندنا 200,000 لعبة يبان نختبرهم. فاللعبة القادمة اسمها فلة والفاصل ياء من نانو. اجين انا ما احب اكرر نفسي، ما ابي اعيد واقول، ولكن ما احد بيتابع كل الساعات الطويلة اللي قاعد اسجلها، ف وفايدة يمكن واحد يسمع المعلومة هنا وهنا وهنا وهنا، التكرار يعلم الشطار يقولون، ما ادري اذا يقولونها الايام دي ولا لا. انت تعمل لعبة لجيم جام، والجيم جام عادة المختبرين يختارون الألعاب ويقيموها، تحتاج تعطيهم واجهة، الواجهة هي الباب الحق الاختبار لعبتك. إذا الصفحة مش معتنة بها بتقل نسبة الناس اللي ممكن يختبروها. يبي لك تعملها فلاشي، يبي لك تعمل لها وصف، يبي لك تعمل لها something to attract attention. فإذا الصفحة I know الوقت ضيق، حتى في الألعاب الحقيقية الوقت دائما ضيق إذا تشتغل في شركة. لما تكون تشتغل في شركة وتلعب تشتغل في لعبة تريبل اي او دبل اي او اندي، نفس الشيء صفحة السوق عندك وصفحات الاعلانات تحتاج تكون فلاشي. فهذا الجزء مهم في التسويق، مش مهم في عمل الالعاب، ولكن احنا هنا نحاول نعطي فيدباك ونعطي نقاط وان شاء الله الاخرين يستفيدون منها. فخلينا نختبر اللعبة في اللغة الفاصولية. ففي عندنا برنسس هوب، سيد اوف هوب، تس زنجا، is this the one? Hopefully this is the one. So let's take a look. Made with Unity. فلا الشجرة الفاصولية. شوف ميوزك نايس، خلفية نايس، والله خلفية ريلي ريلي نايس. الناس تدفع فلوس على شيء رسم بالمسألة. والمنيو لا بأس، سمبل ان الإعدادات مش موجودة، مش مشكلة، ما لحق بالوقت. AI art. AI art. هذا الموضوع موجود في العاب دعايات جوال. انا اضغط على الوز ماشي. احنا داخلين جيل غريب في العصر هذا، داخلين جيل الاي اي. اي اي يعمل رسومات، الاي اي يعمل ميوزك، الاي اي يكتب مقاطع، الاي اي والله يسمت عليها. It's kind of hard weird. سوري انا مخفض الصوت اخر مرة، عذروني. كان في متحدث يتكلم ناريتر على القصة. انا خافض الصوت لان بعض الالعاب صوتها عالي ولا فيها اوبشن زي دي، فما يمديني انزل وارفع. فغني انزل شوي الحين بس يبالي انتبه له. فواز التعليمات انا استنيت شوي دخلت فاض. الاندفاع يشتغل فقط على جهة اليمين، لا الاندفاع يشتغل بال الاندفاع يشتغل بس على جهة اليمين. السيرفايفل يعني اوبن شوب مال الشريط. كيف اطلع من الشوب؟ اسكيب اسكيب. بديت الويف. اوكي حلوة السهم طابع الخريطة. كأن اللصاص فادتني. Thank you.
نيد تري. خلص. فكيف في التري هنا؟ في عندي ساحة ثانية بس كان عندي دقيقة واحدة اعتقد انضربت شوي. So it's a survival game, simple and not bad. Hopefully in خلني اضرب روحي عين عمده شو بيصير. بوي طاقتي 20 مليون. اوكي. ففي طاقة الي انا وفي طاقة للنبتة بس. اوكي اوف زر الخروج كبير. So, تعالوا نطلع بالغاب. But it seems ال gameplay could skip. Thank you. And if we skip, I don't know. It might use more. أقدر أشتري طاقتي. أقدر أشتري ذخيرة واحدة فقط. الطاقة أرخص. ما يمدي تطلع فوق الماكس. أقدر أشتري أعتقد طاقة للشجر أعتقد. فما في وصف الأيتم. What the hell is this? What شريت؟ no idea. فما المفروض تترك اللاعب يضيع لحاله. حتى الدكان ما قال لي كيف أفتحه. بس انا ضغط اي لان هنا مكتوب start wave اي بس في الدكان مو مكتوب. اعتقد في اكثر من نبتة. وش القصة هنا؟ يا في اكثر من نبتة يعني لما تفتحهم you can get up or something. So شكل اللعبة في more. ويكيبيديا في داخل الجيم ما ادري ايش كانوا يسموهم ويكي something يعلمك عن العناصر. ثاني اكسير كارمون. وفي الازمان القديمة كانت شجرة عملاقة تعظم كمصدر الحياة والتوازن في العالم. الماء امونيا للسماد ولا في ذلك النيتروجين مهم في ال... في سؤال غريب جدا. ليش انا حارب عناصر الطبيعة؟ مو دول اللي حاربهم. But there's something interesting about this. إنه يعطي معلومات في داخل الجيم. There's some effort in the game. ال representation للجيم جميل. الخلفية جميلة جدا للجيم. تعطي حياة للجيم. تحس إنه you're playing something. التحكم ما في أي أزمة ما عدا الاندفاع مضروب على راحته في اتجاه I don't know عكس اتجاه الماوس. That's kind of weird. Okay. يعني حتى الاندفاع انا ما فهمته في البداية بس عكس اتجاه الماوس. So it's fine. The game is fine. يعني يقدر المطور نانو يكمل عليه. It can be a real game. What it needs, that depends on him. اهداف اوضح للاعب. That will be nice. عمل جولز اللاعب اكثر من انه سرفايف. ذات ويل بي نايس. البقاله وصف اكثر. منيوز التحكم هل اقدر اطلع برا الجيم؟ نوب لازم اموت. ف يا ويل دون. نكست جيم. نكست جيم لو تلاحظون حط شوي مور افورت في الصفحه غير اللون وكتب التحكم. So في احتمال جيدة الناس ممكن يشوفوا اللعبة ويشوفوا اللعبة يشوفوا الالوان ديفولت وما فيها اي وصف. يشوفوا اللعبة فيها فيديو وفيها وصف بسيط ممكن يختاروا اللعبة يلعبوها قبل ما يلعبوا ديك اللعبة او بالعكس. فاللعبة الثانية اسمها Seed of Hope من عمار ياسر
171 and let's just start the game. طيب بل انتبه للصوت. Hopefully ما يكون انفجار. بداية اللعبة الخروج. بداية اللعبة شو؟ يهتم سالم الجمال الحي الذي يسكنه والخط على طول الكلام انتهى. هي ما يمدينا نقبها السرعة دي وانا قاعد اوصف لك مش قاعد يصير. وخطط الحاق الحديقة باكملها. ساعد سالم في الهروب من المتعاملين وتخطى العقبات اللي جمع كياس بدون السماري عادة قد اضلعت هذا. Jump of fate. Putting in a timer. Is this الحزب اللي حرق المدينة؟ ما قريت التعليمات بالمية بالمية. ما أدري إذا فيه هجوم ولا لا. سما في جمع البذور. موسيقى ابك الحال مش الحالة دي. اوكي اعتقد ون هيت كي او واعتقد الاعداء ما يقتلوك يعني. في طريق ثاني يعني. Let's go. ما اعتقد في double jump. The music too way too epic لشخص يجمع بدور وما يقدر يهجم. Let's take a look في التحكم. AD space W, that's it. W climb. Are you serious? ما اعتقد بس يمكن لو انزل شوي شوي. What do you want from me? الأعداء ما يقتلوك. تقدر تدفعهم. وات يمكن هذا الحل. سوي لكم انا. نوب. اصل الأعداء ما يقفوا فوق. انا نو تو دو. انا اول ثاني مرحله واوريدي ما ادري ايش اسوي. ما اقدر اعمل دبل جمب. ما في شيء يسوي بالماوس. I don't think I can jump this. دكوني بلعبة Outlast كان في نطة شبه مستحيلة. يبي لك تنط بشكل معين. And I was didn't have the energy to do that. I'm sorry but yeah. وما في منيو كمان. خلينا نسوي ريستارت الجيم ونشوف. خلينا نرجع المرحلة الأولى. I don't know, it's just I don't get it. طبعا يمديني اكمل على القصة والخط يتلخبط لان ما اتوقع احد بيمشي. و
حرف اللام. لحظة في ويت 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 تي في أزرار ثانية وبدأت أمشي في السقف. أوكي أوكي أعتقد جبت العيد في الجيم ما عاد يتحرك. Let's start over again. فالمفروض لما تلعب اللعبة تصير مؤدب وتوقف ما تسوي شيء في البداية أو بتجيب العيد. أو يمكن لأنه بديت أجرب حبات وأزرار وبس. فجأة قام يقول لي تعليمات. أنا أول مرة لعبت ما أتذكر إنه قال لي تعليمات في النص. أوكي فقال لي حرف اللام. أنت الآن في القاعة عليك تجميع أكبر عدد من البذور. زين أنا أعتقد البذور الخضراء النبات يمكنك تتسلق الضغط على زر اللام من لوحة المفاتيح. قاف استعملهم بخكمة. نراوي كوين الخكمة ولا يهمك. أوه الشجرة فيه ليش؟ دي سكرب بال قاف. اوكي اوكي ما شوي الازرار شوي بعيني عن الوازد فيمكن لو اتحكم بالاسهم اسهل. ما اعتقد اقفز لان الشخصية عندي الستيت ضرب حقها والحين حبس نفسي. احتمال دي هجمة القضاء على العداء و اوكي الحين اقدر اتحرك يعني المفروض بس العداء ما يضربوك يعني المفروض اسوي كده يعني. الحين النبتة ظهرت أنا ما أقدر أقفز. وش استفدنا منه إذا بتطيحين علي أو بتطيحين كده في مكان مو مناسب مو تحتي. بغني رابع شوي ما ابي اسب يعني. I'm sorry I cannot play this. اذا اللعبة تعتمد على البلاتفورم والسكيلز انك تتحكم والقفز 50% ما يشتغل لان الشخصية تعلق في الستيت انه هو طايح بس هو في الارض. The game render unplayable. فالمهم جدا اذا تعمل العاب تعتمد على السكيلز التحكم لازم يكون 100%. التحكم مو 100% اللعبة ما تلعب. كان الشيم الرسومات البكسليتد جميلة. الماب ديزاين could be better بس جيم جام متفاهمين الوضع. عدا ما تأدي وش understandable more برمجة but for real game this is a lemon. This is not working. هذا شيء not playable. التحكم إذا تم بتعمل لعبة بلاتفورم أول شيء التحكم يزبط 100%. أنا أتفهم الوضع game jam تبون تعملوا اللعبة ترفعونها يا شيء متوقع ولكن this need a lot of work. بس بداية جيدة بالتوفيق. الموسيقات way too epic. It's kind of funny بس بعض احيان الموسيقات تكون way too epic. الموسيقى مي مناسبة للجانا. احنا قاعدين في حرب داعش والخبراء او حرب القسطنطينية او whatever يعني. It's a platform. نبتات. This is way way up there. بالتوفيق. Next game.
اه يا نسيت ما اقول ما في منيو، ما فتحت منيو في الجيم، لما اللاعب بيطلع المفروض يطلع بمنيو ما ينحبس. anyway next game أميرة الحقول من 50 شخص من رويكس وان صلاح التميمي أبيجا سادن عناب أدرون إذا قرأت اسمعكم غلط exit code 0 and إلياها. الصفحة seems there's a lot of work in there. Not really. 5 صور فيديو بعض الوصف أفضل من أول game دون أدنى شك. يعني في effort. لو تغير الألوان عمل theme وخلفية it will be much better. ولكن من فاهمين الوضع ما دام عندكم 5 أشخاص كان المفروض تعطوا واحد منهم مسؤولية إنه يغير الصفحة ويعملها بشكل أفضل. And maybe he did. And maybe he did. But it could do better يعني. ف let's read ليش الميكروفون صوته مرة عالي خلينا نخفضه شوي أدران. Let's read what's going on. أميرة الحقول تروي لنا الشجرة الأم كيف كان شكل الحياة في قديم الزمان وكيف تحول وضع أسوأ بفعل الإنسان. رجعتي هنا الشخصية الرئيسية من الشجرة نفسها حتى تنقذ الطبيعة فتعطينا مسؤولية بوقف كل الأعمال التي تشكل خطر على البيئة وتعيد إحياء كل ما تم تدمير مغرسة وإعطاء الحياة مرة أخرى. يا أخي ذكرتوني بالفيديوهات التحذيرية عن البيئة في التسعينيات. بس anyway تبدأ الأميرة اللعب من مكان والدتها وأول ما تلاقيها عنصر الأرض الحجر ليعطيها طاقة ويساعدها خلال رحلتها. بعدها تبدأ الأميرة اكتشاف الغابة والبحث عن المخربين وعندما تواجههم تقوم باستعمال قوة الحجر حتى يفقدوا الوعي وتتمكن من إعادة الغرز والإنعاش الأشجار وتكمل بعدها في اكتشاف المكان وتتعرف على عنصر آخر وهو الماء وتأخذ بقوته وأيضا تكمل في مواجهة المخربين. أوكي 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 الوصف تقدر تعدل ما تحتاج تقول البلوت الأحداث في الوصف حقه كأنما تقدر توصفه بشكل عام إن خرج الأميرة في رحلة للبحث عن المساندين من عناصر الطبيعة أو ذهبت للحرب الخرابة لكن لم تجد قوة بنفسها إلا بمساعدة عناصر الطبيعة. يعني الوصف عام أكثر ما هو هاي البلوت. ماريو حصل أول قنبة ونط عليه وبعدين حصل سلحفة ونط عليه وبعدين شاف بيبين ونط عليهم بعدين شاف حفرة ونط عليه وبعدين هناك شاف القصر بعيد وفي علم. بدل ما توصف البلوت الأحداث شيء توصف الشيء بشكل عام يعني. بس anyway let's test the game. The sword seems there is a lot of graphics, 3D graphics. وفي فيديو it's really nice إن تعطي الفيديو عشان الواحد ما دال ما يكون مفايق إنه يروح وينزل اللعبة أو يشوف كيف تشتغل اللعبة يقدر يشوف الجيم بلاي قبل ما يختبرها. So أميرة الحقول where is it Princess of Hope. Let's give it a try. نشغل التايمر. That's a very nice background. الفريق هديل ياسر خليل لأن الأسماء كلها مرت بسرعة ما قدرت أقرأهم. أول ما في ميوزك ولكن في أصوات. قديم الزمان قصة مليئة بالألوان حتى حل الظلام وأخذ كل أشكال الحياة من حولي وترك ما وهبتني آخر خيوط الشمس إياك لتغرسي أنت بالأرض أملا وتعيدي لها ولي الحياة. نلعب احنا مخلوق نباتي ما ادري ايش يسمونه في الميثولوجيز اسمع على لساني بس ما الحين ابي اذكر ما اذكر. خذي طاقتي فكرت انا ساعديني لنعيد الحياة جابت مع عنه سيري في الارض وتخلصي من كل الشرور. باتمان او لا ناقص اغنية يعني سيري في الارض انا عندك روين
اضف لي لإعادة الحياة. ليه ما يشوفون يعني؟ How can I find him? Hello? Damsel in distress, help me. Maybe المفهوم ما كان maybe ما كان مفروض اني اتعلفهم وما كان اني ساعدتهم اني اعطيتهم شجرة حية بدل ما ينقطعون في شجرة ميتة و this is a little bit bad ان المكان صعب تدري وين تقدر تمشي وين ما تقدر تمشي طاقة عالية جدا فيمديني حقرهم واجي كده يعني الاعداء ما يشكون خطر حقيقي لان ما يدفوني او بس يا هذه مرة ثانية اشوف شارع عكسي زي كده يعني الاماكن مي واضحة وين تقدر تمشي وما ما تقدر تمشي which is kind of bad بس let's go حربا ضد الاشرار البشر الحثالة الحشرات الحاقدين المخربين الفاسدين المفسدين أنت أملنا الماء سوف يساعدك لتعيدي كل شيء أخضر وتعود للطيور عشاشها إيش رأيك تعطيني الشيء أسبح لولا بشيء معني بدل ما في يقول الماوس يضغط باليسار واليمين and sometimes it works maybe cool down اعتقد انها cool down اعتقد انتهى المفروض I don't know. I have no clue. يمكن في عندي energy لما ارجع الحياة اقدر استخدم جديد. نوب. القدرة ماتت. لازم اضغط عليها يعني. أنا محرك قلتوا لي أغيل ولا يونيتي لأن أشوف رسمات 3D انسيابية أكثر يمكن تكون أغيل الله أعلم الهواء هو آخر قوة سوف تساعدك في هذه الرحلة خذيه واشفي الأرض ليعود كل شيء كسابق الزمن سبيس And I can't use it again. Bowling. خلينا نجمع بولينج. And كنت أبي ألف شوي يسار. عشان أضرب سترايك. بس راحت علي. دادا. نص سترايك. باقي واحد وانا بعد باقي عليه ضربة واحدة بالله الحمد ايوه ما لفينا زي الناس ايه
توقع نهاية اللعبة؟ Still more? Let's take a look. More is more. Not all the time, but sometimes less is more. Depends. A boss? Oh boy. ولو الكاميرا كانها معركة إبك بتصير. And actually صادت معهم. لا والله والله معظمهم. وي. والله فكرنا اطلع نفسي جيم اوفر، والله كلهم قاموا يتفرجون فجأة. ما ادري ليش كانوا يتفرجون. اوكي ام دون وذ ذس، بدي اشوف تخليصه بس ام دون وذ ذس. ما ادري ليش العناصر الحجر والماي really horrible to use and this one is a BFG. It kills everything in a row and really easy to use. But there is no balance. No balance at all. أو يمكن أنا ما أعرف أستخدم القدرات دي and it's not obvious how to use them. نمث، أعتقد اسمهم نمث. المخلوقات زي كده اللي نبات بس بشر or something. I believe. I might be wrong. يمكن نوع من الفيريز النمث. لو اسمع حاول اخرى what happened. Yep, start over from the beginning. Nope, no thank you. There is no music in the game. الرسومات واضح ما توب عليها بس التحكم could do better. الارضية التحكم فيها شوي بسهولة تعلق، ما تدري وين المكان اللي تعلق فيه. نفس التكشن ما يوضح المكان، ما تقدر تمشي تقدر تمشي فيه. فهذه الامور يعني خبرة المستخدم تحتاج اختبارات، تحتاجون تخلوا الناس يختبرونها وتصلحونها شوي شوي. هذه الامور تاخذ وقت وجهد كبير من المطورين، تحتاج عناية. هذا اللي يسمونها ايرونينج اوت او اللي يسمونها بولشينج ذا جيم. Other than that seems okay. I mean اكبر كارثة اللي شفتها في الجيم ان القدرات الحجر والماي it's not obvious how to use. اضغط sometimes works sometimes doesn't work. فهذه الامور again يبالا polishing out. غير كده as a real game الobjective واضح which is good but it's a little bit bland a little bit boring. يبالا شوي spice يبالا شوي ما ادري تغيير انواع الاعداء انواع جديدة I don't know يبالا more spice. It's not that fun ان فقط تمشي وتضرب تمشي تزرع وتضرب. It doesn't feel there is a lot of decisions making a lot of thinking which is fine. بعض الألعاب مو كل الألعاب لازم تكون دوم وتكون first person shooter أو lol أو whatever they called الألعاب الحديثة Elden Ring مو كلهم. بعض الأحيان ألعاب casual تنفع زي كده بس كان لعبة casual تحتاج more spice again. شخصيات محادثات كلام أكثر. I know it's a lot of work إن تعملوا ثلاث شخصيات وكل شخصية لها دايلوج واحد. That's still a lot of work. بس إذا اللعبة تكون مبنية casual اللاعب يحتاج شيء. شخصيات يتحدث معها. Something. Mysteries. ألغاز. Something to go with it. Other than that way to go and hopefully يعني شغل والله مو بطال ان تجمع 5 اشخاص يشتغلوا على جيم بالضخامه دي. سو ويل دون.
وإن شاء الله المشروع الثاني يكون أفضل. So let's take a look on the next game. Next game, Apple Tree 1. Again, الصفحة basic بس على الأقل فيها فيديو وثلاث صور بس مرة basic. Game Jam Game. So ممكن أفترض أن it didn't من ماد 877 يعني ما حدث الوقت. فخلينا ننزل الجيم ونختبره. So let's play Apple Jack. Apple Tree. ابدأ والخروج خلفية غيوم تتحرك. Okay, is this a puzzle game? هذه أخ بدرش للشجرة وأنا بعزكته بلو. أوبس. هذه أخ بدرش للشجرة تفاح زرعها في مكان بعيد عن أنظار الحطامين وحرص على عدم تضييعها واستعمل البذور الفورية لتخطي العقبات. اضغط R لاستبدال المرحلة. لإعادة المرحلة. للاستبدال 1 2 3. اوكي فاخذ بدرة طق من اول محاولة طقيناها. So it is a puzzle game. يي اوه 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 ودال. اوكي اعطاني بدرة ثانية. اوبس ما انتبهت للاشواك. زين. اوبس اعتقد كان بالعكس. اي نو بروبلم. أو أكشلي ليش أضيع ال... لا تقول لي الزر لوحده ينفتح يسكر الباب. لا تقول لي شيم. No problem. Okay. اخر شي شفت العيد. This is already very nice. اقدر انهي الريفيو already يعني. Because very lovely puzzle game. انا احب العاب البازل جيم بكثرة. And this is already really really nice. تحكم perfect. ما اعرف ايش اسوي. And اللعبة الحين كلها ما عاد تسوى. لان هنا رقم صفر. بس it's actually one. I have one. So اللعبة ما تسوى خلاص. المهم الرسومات كيوت. So it's really fine, really fine. والبازلز تحتاج تفكير. And this is the most important thing about the puzzle games. التصميم الديزاين يحتاج للمصمم يفكر. What does he do? And look at that. جبنا العيد. فالمفروض تعلمنا الخطأ. ان هاني ما تنفع احطه هنا. اذا كنت يعني ما متاكد يمكن اجرب امور ثانيه. بس لاني انا اعرف ان الخطا من هذه فالمفروض احطه في النص عشان النطه توصل هنا وتوصل هنا. So this is a perfect example of a good puzzle game. اوكي اوكي ما احتاج انط معاه. المفروض اشيل الكاميرا الحقي عشان ما يغطي على اي مكان. خليني اشيلها. I actually انا خلاص ما احتاج اشوف ريفيو بس بلعبها زياده because I wanna see what's going on next. ليش اعطني اغراض زياده عشان العبهم يعني. اوكي ما احتاج كل الايتم دول. I just need these two hopefully. Maybe not. Maybe not. Maybe 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 not. زين. دن 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 دن.
نكبدة. Seriously. Okay. أوه الحين النطاطة توصل توقع ولا ما توصل؟ هوهو ما توصل. جاب العيد. دن دن دا 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 والله very nice. اسم اللعبة مو مناسب، شجرة التفاح. But I actually enjoyed this game. أنا واحد من الألعاب القليلة really enjoyed. عمل الألعاب بازل شيء مرة مبهج لما البازل يكون شغالين، يعني الايتم شغالين بشكل ممتاز، البازلز ممتعين. Well done, well done, very nice. Really really nice game. طبعا الألعاب الجيدة عندهم دائما ميزة ان الشخص يبي يلعب زيادة. So لو تكملها تعمل 8 مراحل، 4 مراحل سرية او 12 مرحلة، تقدر تبيعها بثمن وتحطه على ستيم على الجوال. حتى بالجوال اشوف الألعاب بالدولارين 3 دولار، حدود 20 بازل بالشكل ده. يعني في ألعاب ناجحة يعني ونجحت نجاح ما تقول اقتصادي، لأنه مهما كان ما هي بعشرة دولار ثمن بس، بس نجحت نجاح إن شركة المصمم إن he could make a game and you made a game so well done and next game. Next game ليش ال ما يشتغل cure من E1 night. فit seems like a zombie survival. زي ما تلاحظون الصفحة متعب عليه موضوع صورة banners مربعات texture قصة وصف نصح حيل، يعني there's a lot of work on this page. فخلينا نشوف في عالم أهمل فيه الإنسان الطبيعة، again الإنسان الشرير البشر الحشرة محتقن الغابات والأشجار، ظهر وباء خطير جعل من البشر شبه موت. تقول الشائعات من آخر الناجين أن هنالك علاج البشر، ولكن ماذا عن باقي المخلوقات؟ هل هنالك فرصة بحصولهم على غابات بأشجار نظرة؟ هل هنالك أمل؟ قد جاء الأمل وجاء. طريقة اللعب، استعمل اتجاهات تحرك اللعب. اتجاهات إيش؟ تقدر تقول وازد أو أسم. الضغط على زر المار، زر المارة يعني زر الفأرة الأيسر للهجوم. الاستمرار بالضغط على زر الفأرة الأيمن للغرز أو السقي أو الأكل. يجب تحديد البذرة لتغيسها. السقي التفاح والأكل غيره من القناه أسفل الشاشة. لا يمكن لعب الحق أي ضرر للخصم بدون سلاح. فكل من الأزرع على يمين الشاشة يا استمتع. Thank you. So let's take a look. Let's take a look. Let's take a look. Cure. My. Okay. خلينا نقطع الأغنية الحين. So cure. Cure the cure. في عالم مهمل الإنسان نفس القصة. لنا نكمل. فا 2D Minecraft. زين انا ما عندي دلو عشان ادلي الدلالي سلاح ده. دن 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 وسبيس غير الايتم. لا اقع ايتم عندي. دن 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 كيف اغير الايتم؟ اوكي بالماوس. أنا ماي بس ما عندي دلو. وش يصير لو أضغط باليمين هنا؟ okay, بس ما عندي دلو. Is this the attack night day cycle?
الدلو. فخلينا من هنا نزرع الأشجار because there is no time. Okay. ما لي دفي دلو ثاني يساعدني إني أعمل زراعة أسرع. It will be nice لو الكيبورد أقدر أغير الشوت كيز بسرعة. There is no time. هذا أول زومبي. ما أدري إذا يضربون الأشجار تتكسر أو they will ignore me, ignore the أشجار ويبي يأكلون لحمي. I don't know. أنا ما عمري جربت أكل لحم سناجب ولكن. Okay. أوه نو الأشجار تحتاج ماي حتى بعد ما أكثر من مرة يعني. أوه نو أوه نو it will take some time. أوكي كل يوم بدي أسقيهم مرة. No problem. No problem. That's it. Is this the يعني what I know this is a silly question but is there something else in the game or did I see all the game already? I mean there's a lot of work in here, don't get me wrong. بس لما تعمل رسومات جميلة وتحكم جميل و there's a lot of things الإنسان يتوقع فيه زيادة للأسف. Yeah I know شغل هذا أيام so. لا جمل نعيد. اوه نو الأسلحة تتكسر. اوه نو I did it. ال hit detection is not that good. يعني بالي اختبارات اكثر. او نيو 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 وظل طول الدور او طول المرحلة اقعد انحاش منهم. This is not good. مش كي يحتاجون سقاي الاشجار. او دي الغازة القديمة. ما اقدر اعمل شيل داش. كان في دلو هنا ظهر فجأة. ضوء لمع وسط المدينة. But I don't need this. I need بتجي ويف ثاني وانا قاعد متبهدل ما عندي سلاح. اقدر احاول احقرهم. دلو ثالث. اوه جميل. Where were you? في بعد مشكلة ثانية إنه ما في ميني ماب. في احتمال يجيني إني أضيع ما أدري وين أنا. ز
الحماية قد انكسر نعو ضربه وشل الشيلد هذا. احتمال خريطة ما لنهاية او something. انا كنت ابي اروح و you know يمين 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 لما الف الخريطة بالكامل تصير يسار. But this is bad. Bad? This is bad. Because I don't know وين الخريطة. فهذه واحدة من مشاكل اللعبة دي اللي إذا الأشجار لما تنمو يمديك تعمل منها أسلحة. تصير أنت الإيفل وأنت اللي تقطعهم. I don't know. Are you telling me كل غصن ضرب واحدة؟ فيعني يا لل this is horrible. اني مبالك تدور بعيد وانا منتبه ان في ايتم يظهرون مع الوقت بس عشان تحصل سلاح عشان تضرب في الهواء ويضيع. I don't think ان well ما ضاح المرة بس ما ادري ليش الا ساعة تطير بسرعة يعني. It should be more stable عشان لا تروح بعيد وتضيع وين الغابة اللي زرعتها. ما في ميني ماب. لو في ميني ماب that would help يعني. في status 6 bad. Not bad. I mean look at that. الحين في 3 ويفات من الزومبيز. And I don't know وين زرعت الأشجار. عشان أرجع عليهم أعتني بهم. It's horrible. السلاح is not that satisfactory to use. الزومبي على الأقل بعض الأحيان تكون item. بس أكبر كارثة عندي إن I don't know where the trees are now. It's quite a shame. And الخريطة شوي كبيرة ما أدري هي ثابتة ولا راندوم. إذا كانت بهالكبر ده وما في ماي إلا بقطعين شفت من كل اللي مشيته that's a little bit a horrible problem as well. يعني I would like to play more بس some of the stuff need to be redesigned. الخريطة way too big which is nice if there's a mini map. السلاح الميلي مرة خطأ استخدامه. I wonder if there's more later. بس أكبر كارثة هي العثور على الأسلحة. It's not fun إنك تدور عشوائيا وتضيع المكان اللي كنت انت قاعد تشتغل عليه. يعني I wanna return and take care of the trees but هل لازم ارسم خريطة بنفسي؟ هل لازم ما ابتعد كثير؟ Yeah these all valid tactics but it should be easier for the player to figure out وين يرجع للأشجار على الأقل. يعني لو تقدر تعمل I don't know الحلول انت كده تقترحها ما المفروض انا اقترحها يعني. بس لو جاي بقترح مثال ان تقدر تعمل مارك للبيت حقك وفي سهم يأشر عليه او يراويك ان الخريطة هي الأشجار موجودة هناك بعيدة. I don't know a solution because I wasted my time now. مستحيل احصل الأشجار من جديد بلا عيد اللعبة. And I would like if I don't have another 200 games to test. So yeah, cure. The gameplay ممتع لا قدرجة رسومات جميلة. الجيمبلاي يقصد يعني الفيلينج بالتحكم والتحكم بس التحكم والرسومات حتى القتال يعني اوكي ممكن يتحسن ولكن الزومبي اعطاني دلوين. الزومبي يعطوك ايتم عشوائيا this is fun to see what they drop. At least تحس ان قتالهم ليهم منفعة which is really good. يعني I want these items. وين الدلوين اختفوا لهم؟ But للأسف yeah I might play this game later on. وإذا في تحسينات إضافية definitely بلعبها بوقت أطول. بس so far it need more work. It will be really nice. يعني it could be a Minecraft clone or something. وخصوصا في goals لو تقدر تضيف dynamic missions later or something. This can be a real game. So next game before I continue playing. Next game اسمها The End من فيكي.
لو تلاحظون الصفحة تعطيك اتموسفير مظلم already. We really did have everything, didn't we? Yeah. الإنسان لما ما يكون شاكر لنعمة. In a world devastated by microplastics and worsening global warming, resources became scarce, triggering fierce competition for survival. إحنا عندنا نعمة already في أطماع على الـ resources. The escalation desperation culminated in nuclear conflict, leaving humanity to scavenge amidst the ruins. Keep your farm protected. هو أمشي الفارم protected. So it is dystopia cyberpunk. Toggle pistol aim. مو لازم تكون cyberpunk بس عادة cyberpunk جميلين في الأمور دي. Toggle pistol aim, hand tool, gun, watering can, fertilizer bag. Oh boy, there's a lot of stuff to do. So let's test the game. The end. Big salad. Okay. فخلينا نشوف العربية. مع ان الميوزك مرفوع اخر شيء بالكاد اسمع لاننا بنزع السماعة يا جماعة. المفروض اجاوبها بالعربي. Too late. It's the same thing that we read in the website, which is fine. نتعطينا القصة في داخل والخارج لان where's my character? Where am I? Am I the mouse? العداد والله مو صابر مو ما يلحق عليك عشان تعرف ايش السالفه اصلا. This is a pistol actually. Okay. Rename harvest plant seed. When seeds. I don't like seeing العداد زي كذا. كان يقول لي عجل عجل وش قاعد تسوي؟ ليش انت بهيم قاعد تقع؟ هي هي بسرعة بسرعة. لما تختار السويل ما اشوف اي اي علامة اني انا اخترت هالسول ده وما زلت مقتنع عليه. Outlined shader or something. فواضح ان الشورت كاتس الحبات دي بس مثلا الحين شورت كات كيف اتعلمه؟ لازم اوقف الجيم واطلع للويب سايت. فيمديك تعمل بعض الحيل البسيطة عشان تعرف وين التحكم نفسه. فهنا watering can E, fertilize R. في fertilize okay. وين ال seed? I don't see the seed. في hand tool. I don't know what the hand tool is. Okay. في هنا بعد يقول لك التحكم. Okay. That's the gun control. When the control is العادي لل زين. Okay. فهنا مثلاً يمديك مثلاً تقص بين القوسين. الخط العربي واجد الصغير خليني اقلب انجليزي ما ليش وديني يمين كل مرة يعني مثلا انا هارفست تحط بين قوسين او شخطة والزر او مثلا لو تحط تحت الحرف الشورت كات فخليني اضغط كيو مثلا اي ار اف نوثينج فخليني اعص هارفست
هل في تحذير؟ The storage is full. What does that mean? Please tell me I didn't waste them. Yeah. لنرجع القائمة. Sorry. W gun. Water can E. Fertilize R. خلينا نقص R و E. كل ما أشيل المنيو يرجعني هنا ما اللي. R E F G. أريد أن أستخدم شو الواتر. I'm screwed up. I'm sorry. What's this? كيف أطلع برا؟ أوه بغيت أطخ التاجر. يشتري seeds and water. I run out of water. Can I sell scrap? What's the scrap for? Bullet. خلينا نشتري bullet. ليش فلوس يزيد لما اشتري بلوت؟ والبلوت ما يزيدون. Dude, you didn't program this, did you? And gun ammunition. يا اقدر ازيد فلوسي. ما برمج الصح. Can I increase the number? No. ما أدري إيش سالفة الجن. وما أدري ليش كم أربعين ما أقدر أقرب. So yeah التحكم need a lot of work. It's not smooth. الرسومات والله مرة جميلة يعني البكسليتد تعطي جو. بس التحكم يعطي جو معاكس. التحكم really يعني حكت الكاميرا this is not smooth, this is a struggle. يعني it could be much smoother. يعني الامور دي تاخذ وقت. كل الالعاب لما تنعمل اول مرة دائما التحكم الامور دي مرة مي سموث. الشغلة تحتاج جهد كبير وتعديل مستمر شوي 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 لما نزبط. والأزرار دي يعني في الكثير بينتقدها أن تكون مرة تو بلين مرة مستطيلة وكلام يعني يفضلون رموز وصور وده. For me it's fine low لهم شورت كاتس وكل الشورت كاتس بين قوسين وينعرف وش هو. Other than that I don't know. للأسف حلفنا الوقت فما ادري وش بي وش العداء. اقدر انتظر شوي في الليل نشوف اذا في زومبيز ولا لا. الكاميرا يا اخي بعيدة جدا. And I don't know how to get it closer. And I don't know is this an enemy? Why do I have a gun? There's a lot of questions. الدكان مو شغال. I mean تعصى عادة تزيد فلوسك بس ما تنقص الايتم حقك. يعني هل هادي سيل المفروض؟ احتمال دي سيل بس ما برمجها ما ينقصون واحد. واحتمال دي باي بس ما تنقص الفلوس. So it happens. هذا ايام مستعجل and you need to do a lot of work. يعني شغل الصبح والليل لحاله this is a lot of work. Very nice. I don't know كيف عملت pixelated الصبح والليل. يعني هل عملت الصور بشكل ما بعدين عملت pixelated ليهم؟ I don't know. A lot of work. يعني in the art style. This is really beautiful art style. The music ليها يعني جوها. بس الجيمبلاي عادة يعني أول مدخل الجيمبلاي أول شيء اللاعب يجربه الواجهة وبعد التحكم. الواجهة ممكن تحتاج تعديل من ناحية الوضوح أكثر بالذات للشورت كاتس كيف تستخدمهم.
والكاميرا تحتاج تعديل كيف تتحرك بشكل سموث اكثر. And I don't know about the gameplay, it needs more quests something. بدل ما تزرع والبيع ما يشتغل بيع وده بس كبداية. This is really nice. This I could see it. يعني لو تكمل شغل عادة أو تبدأها من الصفر وتعملها بشكل أنظف. لأن عادة مشاعر الجيم جام سباجيتي. You can make a game and release it on Steam like this. This is a lot of fun. يعني من ناحية رسومية I enjoy looking at it. فهنا ننهي حلقتنا. اختبرنا 6 ألعاب. قاعد اطعف الميكروفون شغال مو شغال لان اكثر مرة بالغلط المسه ويطفي وقاعد اتكلم ساعة كاملة. فشكرا للمتابعة ونراكم مرة اخرى.